الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. 90 دقيقه لما اتكلمت الحلقه اللي فاتت عن الامل واننا لازم نتمسك بالامل والرغبه في عبور الازمه. بعض الاصدقاء كلموني واعتبروا ان انا ببالغ واني متفائل في ظروف لا تدعو للتفاؤل. وايضا كان ده انطباع البعض بعد كلامي في برنامجي في راديو مصر اللي قلت فيه اننا لازم نؤمن بان بكره اجمل من النهارده. البعض اعتبر ان كلامي عاطفي وان الاحباطات الكتيره اللي بيعانيها الناس بتمنحهم ان هم يشوفوا شعاع النور وسط الضلمه. لكن اسمحوا لي ان انا اكرر تاني ان بدون امل مفيش اي معنى للحياه. ولو بصينا كلنا حوالينا هنلاقي نور وسط العتمه، وهنلاقي ايجابيات وسط جبل السلبيات، وهنلاقي ناس بتشتغل وسط جيوش العاطلين والمتعطلين واللي بيعطلوا المراكب السايره. وانا قلت اننا لازم نحيي اي جهه مخلصه بتعمل وسط ظروف غايه في الصعوبه، ولازم كمان نحيي اي مبادره تقدمها المعارضه لخدمه البلد. وانا النهارده بحيي تجربه حزب الدستور للقضاء على البطاله في مصر، زي ما حييت قبل كده المؤتمر الاقتصادي الكبير اللي نظمه التيار الشعبي وخرج بمشاريع ومقترحات مهمه للخروج من النفق الاقتصادي اللي احنا فيه. وانا من هنا بدعو حكومه الدكتور هشام قنديل للاستفاده من التجارب والمبادرات المخلصه اللي بتقدمها المعارضه، وبدعو وزراء الحكومه للاهتمام بجهود المعارضه الوطنيه المصريه. وبالتاكيد هيكون حدث عظيم لما نشوف رئيس الوزراء ووزراء الحكومه قاعدين مع الخبره والمتخصصين في احزاب المعارضه علشان يسمعوا منهم ويتوافق الجميع على حلول وطنيه بمبادرات قوميه شامله للعبور بمصر الى بر الامان. هو ده اللي احنا محتاجينه النهارده، وهو ده اللي ممكن يدي للناس الامل في بكره. ويا ريت كلنا نترجم كلامنا عن حبنا لبلدنا الى افعال، ويا ريت بدل ما نلعن الضلمه نولع شمعه ونحاول نزرع الامل في قلوب المتشائمين. ويا رب احمي مصر واحفظها من كل سوء. ونبدا اولى فقرتنا 90 دقيقه. النهارده محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. وبعد هذا القرار هناك عدة تساؤلات في أذهان المصريين. معنا على التليفون معالي المستشار محمود بك الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني لمعالي النائب العام. مساء الخير معالي المستشار. أهلا بك. معالي المستشار، هل يخرج الرئيس السابق من الحبس بعد هذا القرار؟ لا طبعا. لا طبعا، لأن حضرتك هو تم حبسه على ذمة ثلاث قضايا أخرى، قضية كسب غير مشروع وقضية إهدار مال عام والقضايا الأخرى اللي هي قضية الخصوم الرئاسية. فبالتالي فإنه عندما يتم اتخاذ إجراءات الإخراج عنه سوف يتم عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات تجديد الحبس بشأن هذه الوقائع. هل ممكن الافراج عن الرئيس السابق بكفاله في القضايا الاخرى اللي محبوس على ذمتها، ومين في ايده هذا القرار يا فندم؟ لا وحضرتك دي طبعا دي متروكه للسلطه المختصه القائمه بالنظر في تجديد الحبس وحسب تقديرها بالنسبه لقراءه الاوراق وما فيها من ادله، فدي حضرتك مش من سلطه حد غير الجهه التي تقوم باتخاذ اجراءات النظر في امر حبسه. نعم. سيادتك هناك مصادر نقلت تصريحات عن معالي النائب العام بتقول ان مبارك سيكون امام محكمه الثوره قريبا. ايه هي يا فندم محكمه الثوره؟ حضرتك ما تمش تشكيل محكمه للثوره نهائي. لم يصدر قرار حتى الان بتشكيل محاكم ثوريه بعد ثوره 25 يناير. نعم. فطبعا اكيد التصريح ده حضرتك يعني مصدره يعني لو كان تصريح صادر من النيابه العامه فعليا لكان صدرها من المتحدث الرسمي او النيابه العامه شخصيا. نعم نعم. فبالتالي هناك بعض الاراء او بعض القرارات هتصدر من جهات اخرى، فدي طبعا لا معول عليها لانها ليس لها اساس من الصحه. طب يا فندم، هل النيابه تسلمت اي ادله جديده في قضيه قتل المتظاهرين؟ هو فعلا حضرتك النيابه لم تتسلم، ولكن النيابه قامت بالتحقيق فيما جاء بلجنة تقصي الحقائق، وبالفعل ثبت وجود أدلة أخرى من شأنها تقوية الأدلة المحالة بها الدعوة من قبل وربط أوصالها ببعضها، وتم بالفعل إرسالها إلى محكمة الجنايات بوجوب قائمة بأدلة الثبوت. نعم. طب يا فندم، هل وجهت الاتهام لأشخاص جدد في هذه القضايا يا فندم؟ لا يا
فندم هو ذات المتهمين المحالين في الدعوة، ولكن ما قامت به النيابة هو تقوية الأدلة وربط أوصالها. نعم، شكرا جزيلا معالي المستشار محمود بك الحفناوي المحامي العام المكتب الفني لمعالي النائب العام. ورغم غياب الكاميرات التلفزيون عن جلسة النظر في إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك النهاردة، إلا أن عدد المواقع الإلكترونية صورت أجزاء من الجلسة بكاميرات خاصة، ورصدت عدسة موقع صحيفة والموقع الإلكتروني لصدى البلد، والحقيقة عاملين انفراد مهم جدا صدى البلد النهاردة، إحدى السيدات من مؤيدي الرئيس السابق وهي بتجري في اتجاه القفص وبتحاول توصل له وتهتف بعبارات مؤيدة له، لكن قوات الأمن منعتها من الوصول وخرجتها خارج القاعة. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. هنزيها دلوقتي لحضراتكم الحكم، وطبعا ده تم تصويره من قبل الزميل الصحفي الاستاذ طارق الجباس المصور الصحفي بموقع صدى البلد اللي صور هذه المشاهد. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا بيك استاذ عمرو، اهلا بكل اعزائي المشاهدين، واولا انا بشكرك انك انت المره دي مش جايب فقير دستوري ولا ضريع في القانون، جايب مصور صحفي، فبشكرك. لا لا، انا احييك يا استاذ طارق على هذا الانفراد، واحيي موقع صدى البلد، الحقيقه انتوا عاملين انفراد صحفي متميز، انكم صورتوا كمان، احنا هنعرض دلوقتي ان شاء الله صورتوه، استاذ محمد طه هيعرضه حالا بيجهزه، بس عايز اعرف من حضرتك اولا الاجواء اللي شفتها النهارده وانت بتصور اللقطات واللي هي الحكم في القضيه الخاصه بالاخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك. والله انا قبل ما اقول لك الاجواء وقبل ما انسب ان انا عملت الانفراد ده لوحدي، هو احنا منظومه عمل تبدا من رئيس التحرير الاستاذ احمد صبري اللي تحياتي ليه طبعا استاذ احمد صبري صحفي متميز جدا، تحياتنا ليه. يعني لنا كل يوم اجتماع مغلق عشان النهارده نقدر نعمل منظومه عمل ونقدر نرسم خطه ان احنا نقدر نجيب انفراد مميز، ان احنا نقدر نجيب صوره للقارئ ما شافهاش. فعلى الفور احنا توجهنا للمستشفى للمحكمه اللي كانت بعض الجهات بتقول ان حضور مبارك ليس حضور وجوبي يمكن ما يجيش، لكن احنا توجهنا وكنا موجودين، عندنا استشعار ان احنا هنكون موجودين هناك، ورحنا انا وزميلي الفنان المصور العظيم محمد اسد اللي كان معايا، واكد لي قال لي يا طارق اكيد اكيد مبارك نازل لازم نحقق انفراد على طول. محمد اسد رسمنا الخطه اللي بيها نقدر نقتحم الاماكن المميزه عشان نقدر ناخد بيها صور ونقدر ناخد بيها انفرادات صحفيه مناسبه. واحنا طبعا اتعلمنا الكلام ده عليك انت يا استاذ عمرو، لان طبعا انت قبل ما تكون اعلامي انت كنت صحفي وكنا اشتغلنا تحت رئاسه حضرتك، اتعلمنا ان احنا نقدر نعمل انفراد، اتعلمنا ان احنا نقدر نعمل صوره حلوه. الست الملكومه اللي انت شفتها دي من مؤيدي مبارك، اذا اتفق او اذا اختلف على سياسه مبارك، لكن مبارك هو اهم شخصيه او اهم حدث في مصر تناولته جميع وكالات الانباء. هذه السيده الملكومه اللي كانت بتبعت بعض الاشارات وبعض التعبيرات، وكان مبارك بيلوح له بيدها، لكن طبعا قوات الامن كانت بتحاول انها تمنعها، فظهرت بالصوره ديت، لكن هي فعلا قوات الامن كانت بتتعامل معاها برفق، بس القاضي مش عارف يشتغل منها. القاضي مش عارف يبدا الجلسه منها. لان هي على طول عماله تزعق، طول الجلسه عماله تزعق، هي بتحب مبارك ماشي، وعماله ترسل له عبارات جميله وهو بيلوح لها بدا. وانا عايز اقول في صغير كده اتفضل عملته، قالت لي جمال، قالت لعلاء مبارك في غرفه المداوله، قالت له يا جمال يا علاء فين بابا يا علاء؟ فعلاء ضحك كده وقال لها بابا مشي. فكان في لطيف منه ان هو بيقول لها بابا مشي، وكان سعيد بيها طبعا ان هي بترسل روح الطمأنين في نفس الرئيس. هل كان في مؤيدين اخرين للرئيس السابق في الجلسه؟ كان في مؤيدين، ولو شفنا لو عرضنا عند حضرتك نطق بالحكم هنلاقي ان القاعه كلها صاحت
بفرح رهيب، لان كان مدعين بالحق المادي وكان عددهم قليل جدا، وكان الموجودين كلهم مؤيدين لمبارك، لان احنا شفنا في الاونه الاخيره بعض الاحتقانات اللي موجوده في الشارع ضد الاخوان وضد حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي. شايفين ان مبارك بالنسبه ومن وجهه نظرهم ان هم في الوقت الراهن هم عرفوا يعني مش عايز اقول عرفوا قيمته، لكن مش عايز اقول انا ضد او انا مع، لان انا اصلا صحفي فطرف انا طرف محايد وشهادتي مجهوله. طب قول يا طارق، ايه الفرق النهارده ما بين شكل الرئيس السابق مبارك وبين المحاكمه اللي دارت اول امبارح؟ يعني ايه الفرق في المشهدين؟ حتى استاذ طه لو ممكن تجيب لنا استاذ طه صوره الرئيس السابق في الجلسه بتاعت اول امبارح عشان نقارن بين الاثنين. انا شايفه هنا لابس نظاره طبيه. ايه تاني يا طارق وانت بتصور لفت نظرك؟ لفت نظري ان هو دخل علينا المره دي من غير نظاره. هو كان عايز يوصل رسالة طمأنينة، لأن قرار المحكمة أصغر حد كان عارف قرار المحكمة كان هيكون إيه، وبالتالي كل المواقع الإلكترونية نشرت خبر إخلاء سبيله قبل ما القاضي نفسه يعلن خبر إخلاء سبيله. لكن في لو شفنا حضرتك إن مبارك دخل القاعة الساعة 9 خرج الساعة 2:30 أو الساعة 3، فالإجهاد بان عليه في نهاية الجلسة، لكن في بداية الجلسة شعرت بإن ممكن يكون عشوب كان عنده إمبارح. عشوب المكير المعروف محمد عشوب. طبعا في بدايه الجلسه، لكن انهمك في الانتظار كثير، واحنا عارفين سن الرئيس مبارك ان السن ما يسمحش ان هو يفضل قاعد فتره كبيره قوي على الكرسي، وشفناه كان مجهد في نهايه الجلسه، بس هو كان سعيد على فكره. دي الاولانيه، دي الجلسه الاولانيه. يا ريت يا استاذ طه نحط بقى يعمل فاصل كده وحط كاشه وحط لنا الصوره النهارده برضه عشان نعمل فرق من الاثنين. اتفضل يا استاذ طارق، انا معاك. اتفضل معايا حضرتك. وانا كنت عايز اقول حاجه. اتفضل. ان ما يفعله الاخوان الان مع 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 مع, مع المواطنين هو ده اللي بسع اللي بعث روح الطمأنين لجسر الثقه بين مبارك. خليني اسالك سؤال تاني، هل كان هناك موجود في القاعه، يعني احنا كنا شفنا اول امبارح على الهواء كان هناك معارضين كثر لمبارك ومدعين بالحق المدني، هل هؤلاء كانوا موجودين ولا عدم وجود تصوير تلفزيوني اثر في غياب هؤلاء؟ هؤلاء المدعين بالحق المدني هم نصهم مجانين شهره، ولما التلفزيون لا يعني مش عايزين نقول هذا الكلام، ومنهم تقديرهم واحترامهم ارجوك، انا بس عايز اعرف هل كانوا موجودين ولا لا؟ لا ما كانش موجود منهم، كان موجود منهم قله قليله يتعدوا على اصابع الايد الواحده، ما كانش موجود منهم اي حد، كان موجود وفد من الكويت من المحامين ظهروا برضو اعتقد، كان موجود طبعا فريد الديب، كان موجود كلهم محامين ومؤيدين، واتمنى انك تعرض فيديو هنعرضه اعلان النتيجه او الحكم، وانت تعرف الفرحه العارمه اللي كانت بتعم هذه القاعه لنصره مبارك بعد اعلان الحكم، لو ان الحكم متوقع طبعا ان هو يطلع بهذا الشكل. طيب هل في اي حاجه لفتت نظرك ثانيه في داخل القاعه في الكواليس امام مبارك وابنائه علاء وجمال؟ هل لفت نظرك اي حاجه غير عاديه؟ جمال دخل في الجلسة بتاعة البورصة يحمل أوراق وكتب رهيبة، ولا أعلم لماذا كان يحمل هذه الأوراق وهذه الكتب الذي انهمك فيها في القراءة وقت طويل جدا. يعني المرة ما كانش شايل مصحف، ده كان شايل مجموعة ورق، إن كان جنبه مجموعة أوراق رهيبة يعني وكتيبات. أنا مش عارف هل دي يعني ليه جابها معاه وليه جابها الجلسة، ومش عارف كان هل هو كان هيترافع عن نفسه مثلا، بس هو كان في ابتسامه على وجه علاء وجمال لن تفارقهم. نعم. انا بهنيك استاذ طارق الجباس المساور الصحفي موقع صدى البلد على هذا الانفراد الصحفي. اشكرك. واحنا هنعرض لحضراتكم دلوقتي الحكم بكاميرات موقع صدى البلد عدسه طارق الجباس. أسواق اللحوم في مصر مهددة بدخول لحوم مجهولة الهوية بعد ما أكد هيئة الخدمات البيطرية ضياع 30 ختم من الأختام اللي بيحطوها على اللحوم السليمة الآمنة في السلخانات، لكن سرقة الأختام معناها أنه ممكن ختم أي لحوم فاسدة وبيعها في الأسواق على أنها لحوم سليمة، وده برضو بيعرض حياة الكثيرين للخطر. معنا على التليفون الدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة العامة والمجازر بوزارة الصحة. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي تم سرقة الأختام؟ هو طبعا زي ما انت عارف الوضع الحالي وبعض الانفلات الامن اللي موجود،
في بعض ضعوف النفوس هاجموا بعض المجازر وقدروا يوصلوا إلى أماكن تخزين وحفظ الأختان وسرقوها وفقدوها، وده اتعمل بيه محاضر شرطة، والشرطة بتتابع هذه العملية حتى تستطيع أن هي تقبض على الجناة. طيب ليه ما فيش تحذير رسمي للمواطنين عشان يتوخوا الحذر؟ والله هو يعني احنا لما بلغنا الشرطة سيبنا الشرطة تشتغل وما حبيناش نعمل قلق للمواطنين، خاصة ان العملية فنية شديدة الفنية، فمش هيقدر المواطن البسيط يعرف الختم المزور من الختم الغير مزور، حتى ان الاختام اللي هي اتسرقت ديت لو استخدمت مش هيقدر المواطن العادي ان هو يكتشفها. لكن احنا طبعا خدنا بعض الاجراءات ان احنا اوقفنا العمل في المجازر اللي هي تم فيها السرقة ديت، بلغنا الشرطه زي ما سبقت وقلت، ابتدينا ناخد اجراءات ثانيه ان احنا بنصنع اختام غير الاختام اللي اتسرقت، بنغير فيها جزء منها عشان يبقى هو ده علامه مميزه للاختام. بلغنا جميع مديريات الطب البيطري وجميع ادارات التفتيش على اللحوم ومنتجاتها من الاطباء البيطريين باسماء الاختام اللي هي اتسرقت، عشان لو لاحظها ووجدها في السوق بيعمل محاضر للناس المستخدمينها. طيب. وبيساعد في الكشف عليها. دكتور حسن، عايز اعرف دلوقتي المواطن العادي يعرف ازاي ان اللحمه دي سليمه ولا لحمه فاسده، وان الختم ده حقيقي ولا ختم مسروق، ولا نبطل ناكل لحمه لغايه ما يتم توقيع الكشف الطبي والتفتيش؟ المواطن العادي مع شديد احترامي مش هيقدر يميز الاختام، لكن هو بطبيعة الحال ان لازم المواطن يعرف الاساسيات البسيطة جدا اللي هي تدل على ان اللحمة دي صالحة للاستهلاك الادمي ولا لا، من حيث ان هو يبص على اللون بتاع اللحمة، اللحمة الطازة اللحمة الفريش اللي هي لسه مدبوعة بتبقى لونها احمر وردي فاتح، ما بيبقاش لونها غامق ولا دجل. لو مسك قطعة اللحمة ودافع عليها بصوابعه بيلاقيها متماسكة مش متهالكة مش سهلة ان هو يغمس فيها الاصابع بتاعته، ممكن يحاول يشم الريحة بتاعتها، فاذا لقى ان في تغيير في الريحة فبيعرف ان دي لحمة غير صالحة للاستهلاك الادمي. فدي بقى حاجات بسيطة المستهلك اللي هو متعود يروح يجيب لحمة من الجزار يقدر يبص عليها ويقدر يعرف اللحمة سليمة ولا لا. انما الاختام فدي بتبقى من اختصاص المفتشين الاطباء البيطريين اللي هم بيقوموا بعمليه التفتيش على منافذ البيع بالاشتراك مع جهات الشرطه والجهات الرقابيه الاخرى. طيب اذا الواحد بقى اشترى لحمه وطلعت لحمه فاسده ومختومه نعمل ايه؟ ايه الاضرار اللي ممكن تلحق بالمواطن دلوقتي؟ يعني اذا قدر اذا اكتشف فعلا المواطن ان اللحمه دي فيها اي علامات فساد يتوجه لاقرب وحده بيطريه هيلاقي الطبيب البيطري فيها موجود، يرشده ويقول له انا جبت اللحمه دي من المكان الفلاني، هيقوم الطبيب البيطري بالتعاون مع شرطه المرافق بالتعاون مع الشرطه اللي موجوده في المنطقه مع مباحث التموين مع اي جهات رقابيه اخرى، بيروح يشوف هذه اللحوم المكان بتاعها ويقدر ان هو يكشف عليها ويعرف اذا كانت صالحه او غير صالحه للاستهلاك الادمي. لا انا بتكلم على نقطه ثانيه يا دكتور حسن، انا بتكلم على فكره لو المواطن اشترى لحمه فاسده وكلها، ايه الضرر اللي ممكن يقع عليه ويعملوا ايه؟ يروحوا الحميات؟ يروحوا فين؟ لا هو دلوقتي طبعا اللحوم لو قلنا الضرر اللي بيقع من استهلاك اللحوم الغير صالحه للاستهلاك الادمي انواع مختلفه، فممكن تكون فيها انواع من انواع الطفيليات، وانواع الطفيليات ما بيبانش اثرها في الوقت الحالي، بيبان اثرها في فتره بعد فتره طويله، اما اذا كانت فيها لحوم فاسده فعاده بتبقى ليها ريحه، ريحة العفان وريحة الفساد، فدي على طول المواطن المفروض ان هو يعني ما يحاولش يستخدمها. اذا المواطن ما قدرش يميز هذه اللحوم وكان له حظ بقى ان هو ياكل لحوم فاسده وحس باي اعراض من المغص او ارتفاع في درجه الحراره او كده، بيتوجه الى اقرب مستشفى صحيه على طول بيحكي له ان هو كان لحمه يشك فيها، فعشان الطبيب البشري يقدر يتجه الى كيفيه معالجه هذا الانسان. طب وعلى ايه دكتور حسن ما نبطل ناكل لحمه طالما الموضوع كده؟ يعني طبعا مش هنقدر نبطل ان احنا ناكل لحمه، يعني اذا كان الواحد مش هيعرف يميز اللحمه دي فاسده ولا مش فاسده وعندنا 30 علامه ختم تم سرقتهم، وارد جدا ان الواحد يقع في حته لحمه بايظه ياكلها ابنه ولا بنته يخش المستشفى. حضرتك انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه بسيطه، ان احنا كمواطنين
بنستهلك اللحوم، في منا كتير بيحب يقف على الطريق السريع وياخد لحمه بيضه من هل عاش اي اختام وما لهاش اي دلالات ان هي اتذبحت جوه المخزن بدعوى ان هي دي لحمه طازه ولسه مذبوحه قدام منه، ولم يقوم اي طبيب بيطري بالكشف عليها او ان هو يحدد صلاحيتها من عدمه. وفي فئه كبيره جدا من المستهلكين بتستهلك هذه اللحوم، واحنا من برنامج حضرتك بنناشد جميع الناس ان هي تحاول ان هي تدقق في اختيار المكان اللي هتشتري منه اللحمه عشان يكون مكان موثوق منه وتاجر موثوق منه عشان يقدر يحصل على لحمه صالحه للاستهلاك الادمي. شكرا دكتور حسن شفيق رئيس اداره الصحه العامه والمجازر بوزاره الصحه، ارجوكم خلي بالكم من اللحمه، هناك 30 ختم ضاعوا وهذه الاختام ممكن جدا يتم استخدامها وتم وضع اختام على لحوم فاسدة، أرجوكم دققوا وانتوا بتشتروا اللحمة عشان ما يكونش عندنا مش مصيبة مصيبتين، مصيبة شراء بسعر غالي ومصيبة أخرى إن حد من أبنائنا يصاب بأي مرض. أرجوكم للمرة الأخيرة دققوا وخلوا بالكم وانتوا بتشتروا اللحمة، لأن في أختام 30 ختم تم سرقتهم وممكن يستخدموا بطرق غير مشروعة ويتم غش اللحوم أو يتم ختم لحوم صالحة وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي. دلوقتي هنشوف تجربة مدهشة لقيمة الأمل والعمل في قرية كفر وهب. دي قرية صغيرة تابعة لمركز إويسنا في محافظة المنوفية. شاف أبنائها إن مفيش أي تقدم هيحصل إلا بالعمل، وبإيديهم زرعوا الشجر وحولوا دور العبادة إلى منابر لإحياء الأمل بلا خلافات سياسية ولا خلافات عقائدية. وضعوا آلية لتوزيع أنابيب البوتاجاز للبيوت وفكروا في وضع حلول لكل مشاكلهم، وبإنجازاتهم العظيمة اختارت منظمة اليونسكو قرية كفر وهب أحسن قرية في العالم. أحسن قرية في العالم. عرفتوا ليه أنا عندي أمل؟ نشوف التقرير من كفر وهب نرجع تاني. للوهلة الأولى قد تعتقد أن هذا مدخلا لقرية سياحية، ولكنه في الواقع مدخل لقرية مصرية أصيلة نجحت بجهود أهلها الذاتية أن تكون أفضل قرية على مستوى العالم بشهادة اليونسكو. إنها قرية كفر وهب بمركز قويسنا محافظة المنوفية. الفكرة دي بدأت مع الأستاذ الدكتور مجدي عبد المقصود الأب الروحي لهذه القرية. بدأ المشروع بزراعة أول شجرة وتاني شجرة وتالت شجرة. ما فيش عندنا بيت فيه مياه جوفية بسبب الشجر ده، لأنه بيمص الشجر بيمص المياه الجوفية بطريقة جميلة جدا. والحمد لله يعني عندنا شجر برضو مسك الليل جميل جدا، بيخلي البلد جميلة جدا. لو جيت بالليل هنا هتلاقي تحس بريحة أكنك في ملح عطور جميل جدا يعني. كل مشروعات هذه القرية أقيمت بأفكار بسيطة وساندتها تبرعات الأهالي ليستطيعوا بذلك القضاء على معظم المشكلات التي تعاني منها الكرة المصرية، وعلى رأسها مياه الشرب والقمامة والبوتاجاز وهذا المخبز. بعد ما عملناه وكل حاجه قدمنا بس طلب للمحافظه عشان احنا نوزع الخبز للمنازل، ووافق عليه كاول قريه زي ما قلت لحضرتك، وتم الحمد لله توزيع الخبز والعيش نضيف الحمد لله جدا جدا. احنا عندنا جرار بيلم المخلفات من البيوت ثلاث ايام في الاسبوع وبيوديها المقلب بتاع مجلس المدينه في المكان بتاعه يعني، وبيلف كل يوم كل يوم ثلاث ايام في الاسبوع، وفي كناسين بيكنسوا ويلموا زبالة وحطوها في الجرار. ده برضو تبع الجمعية، نظير اشتراك شهري 3 جنيه في الشهر. من سنتين او ثلاثة اصبحت البلد كلها خالية تماما من محو الامية، وده كان بفضل برضو القائمين على هذا المشروع. تم الاعانة بمحو الكبار التعليم الكبار، وانتظموا بالمدرسة الموجودة بالبلد وتم التعليم، ويعني تم القضاء تماما على محو الأمية. المحطة دي بتقوم بدور كبير، بتمد أهالي القرية وبالقرى المجاورة بماء نقي صالح للشرب، يتم تحليله بطريقة علمية وطريقة صحيحة في المعامل المعتمدة لظهور النتائج الصحية لهذه المياه. اتضح أن هذه المياه مطابقة للمواصفات العالمية للشرب. الروح الإيجابية انتقلت من كبار القرية إلى شبابها الذي يسعى للحفاظ على جمال قريتهم على طريقتهم الخاصة.
عملنا رابطة على الفيسبوك باسم قريتنا، أي حملة نظافة أو أي عمل بيحدث في القرية بنعلنه عليها وبنحط الميعاد والمكان، والحمد لله بنلاقي إقبال كبير. وبننزل بقى مثلا لو حملة نظافة بندهن الحاجات وبنشيل الملصقات من على الحيطة بتاعت الانتخابات اللي الناس بتنزل انتخابات ما بتشيلهاش. لكن الأهالي يناشدون تدخل الحكومة في توفير بعض الخدمات الأخرى حتى تكتمل البنية التحتية للقرية. الصرف الصحي اللي الأول عليه ولا ومش حد سأل عنه تاني. لا ما فيش صرف صحي عندنا، هو ده المطلوب صحيح، ده يبقى تمت العملية. عاوزين محول، لأن احنا عملنا شبكة كهرباء كاملة في مركز الشباب بالجهود الذاتية وما عندناش محول كهرباء، فالشبكة عطلانة. عايزين نعمل شاب محول عشان ننمي الموارد، عشان نقدر نأجر الملعب، عشان يقدر يجيب لنا فلوس. صدق أو لا تصدق، قرية مصرية صغيرة لا تعاني من مشاكل في البوتاجاز أو القمامة أو مياه الشرب، وكل هذا بجهود أهلها الذاتية، فتحية لهم، وندعو الله أن تحذو كل القرى المصرية حذوها. نيفين سليم، 90 دقيقة، قناة المحور. والله الواحد بيفرح، يبقى عنده أمل لما بيلاقي نماذج جميلة جدا، ونموذج قرية كفر وهب ده نموذج للإرادة والتحدي. أهل القرية قرروا أنهم يغيروا للأحسن، قرروا أنهم يصلحوا للأفضل، نسيوا أي مشاكل، نسيوا أي إحباطات، نسيوا التجرزم اللي موجود والفرقة السياسية، واتجمعوا على هدف واحد إن هم يخلوا هذه القرية أحسن قرية. وفعلا خلوها أحسن قرية، مش بشهادتي، بشهادة اليونسكو. تحية ليهم، وأتمنى إن هذه التجربة تكون دافع لقرى كثيرة وأهالي كثيرين في قرى ونجوع مصر إن هم يحولوها إلى قرى جميلة زي كفر وهب. وشكرا للزميلة العزيزة نيفين سليم على هذا التقرير. قطاع مصلحة السجون العام نجح بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية ومديرية أمن الغربية في إعادة الطفلة رونا هاني سند لأهلها بعد ما تم اختطافها من قدام بيتها في الشرقية من عدة أيام، وتم نقلها للقاهرة وطلب الجناه نص مليون جنيه فدية. معنا على التليفون والد الطفلة الأستاذ هاني سند. أستاذ هاني، حمد لله على سلامة رونا وألف مبروك على رجوعها بالسلامة. الله يسلمك يا فندم. إزاي تم خطفها من قدام البيت؟ تم خطفها، حضرتك كانت نازلة تتم البيت، نازلة تشتري حاجة، تم اتنين حضرتك بسيارة بخورية. أيوه. بخورية خطفوها وحطوها بينهم، كان ساعة ثلاثة الجمعة. الساعة 3 الجمعة حضرتك جينا، كنت بنصلي في قلب المسجد. سيادتك وقت التلفزيون، يعني وقت التلفزيون عشان تسمع. انا بره يا فندم. اتفضل. وبعدين يا فندم معاك، اتفضل. جه حضرتك روحوها، وبعد كده اتصلوا علينا، جابوا رقم تليفون صيدلية جنب البيت واتصلوا علينا وقال لك احنا محتاجين هاني سند ولد البنت. جم طلبوا مننا 100,000 وقالوا هنحدد المكان وكده، قلنا مفيش مشاكل بس نشوف البنت وكده. قعدوا يمطوحونا اكتر منهم. جينا بلغنا مركز الشرقيه محمد بيه حضرتك، والمركز عن معانا بطريقه جامده جدا. عملوا ايه بقى معاكوا؟ قول لي المركز اتعاونوا معاكوا ازاي؟ لا والله من ساعه ما بلغنا لحد لما جابوا لنا رؤى. تمام، يبقى هم تعاونوا معانا جامد جدا وتعبوا معانا جدا، لانهم 72 ساعة متواصلين متابعة التليفونات، زائد اهل منطقتي والبلد عندي الشباب، وكله كان متعاون مع محمد بيه، وكل حاجة كنا بنتحرك بالتليفونات. يبقى هما بعد كده بدأوا اللي هما يرجعوا يحددونا بالقتل وكده، يقول لك بنتك احنا قتلناها ورميناها في الحتة الفلانية وما جهزتش الفلوس، حاولنا ننزل منهم المبلغ حتى على تعليمات محمد بيه، قال لك مطوح فيهم قول لهم النهارده الجمعة والمبلغ مش متوفر، وقول له انه جه قال لك لو اتصلوا بيك ثاني قول له بكره السبت وكده ما اقدرش ادبر لك المبلغ الا البنك يفتح. على سبيل اللي احنا حضرتك هو يمطوح فيهم شويه لغايه لما يعمل متابعه على التليفون. وجينا حضرتك لما جه محمد بيه راح جاي عمل ليهم نظام تامين وكده الساعه 12 بالليل. قال لي اتكلم، حاول تتكلم معاهم اكتر من دقيقتين، افتح معاهم كلام، كل ما اجي اتكلم معاهم يتكلموا كلمتين اثنين ويروحوا قافلين السكه في وشي
قال لهم انت مسمعني صوت البت؟ ترد واحده تانية معاهم تقعد هي تعمل صوت الطفله، وبعدين الطفله اللي عندها ما تقدرش تتكلم، خايفه منهم وكده، ما كانش ينفع تتكلم. جه حضرتك هم لما تعاونوا معانا جامد جدا، محمد بيه كانت كل حاجه بتعليماته، زائد اهل المنطقه عندي هنا الشباب والرجال هنا بسم الله ما شاء الله، ان محمد بيه متابعنا نعمل كذا، نقفل مداخل البلد، نعمل اي حاجه قدام منهم على سبيل هو ما فيش اي حد يقطع طرق ولا اي حد يبوظ اي حاجه، عشان يديهم فرصه ان هم يتحركوا عشان يعرف ايه يجيبهم. قال لي تشك في اي حد؟ قلت له ما اشكش في اي حد. يبقى هو وطلع مين بقى اللي خطفها في الاخر؟ طلع حضرتك الزام عصابه، الزام اطفال وكده، من ضمنهم ناس ساكنه، ناس غرب يعني ساكنه في المنطقه وكده، هم ومصاحبين ناس في البلد عندي. هم اللي كانوا بدأوا اللي هم يدلوا البنت دي تبعها، عنده محل ازاز وعنده معرض ادوات منزليه، ماشي لو انت خدت البنت هيديها المبلغ اللي انت هتطلبه كله هيدي لك. يبقى هم كانوا مبلغين على حاجه زي كده. بعد كده حضرتك العصابه دي اخدتها لها جزء تاني في الجيزه. اخدوها في الجيزه ماشي مع متابعه بقى، هم منزلين في رمسيس وكده، كان في متابعه وفي مراقبه على التليفونات اللي معاهم. جه محمد جه حضرتك والمباحث، جه قال لي تقدر تقابلني، كان كل 10 دقائق في اتصال بيني وبين محمد بيه. بعتني مره اسم اول اسم تاني، اجي اتحرك يقول لي ما تتحركش، لو في اي حد جنبك ما تقولش ولا محمد بيه ولا اي حاجه، كلمني وكانك بتكلم واحد صاحبك او صنايعي شغال عندك. ماشي وصلت حتى كان يجي يكلمه، لو قول لي في حد جنب منك اتكلم اللي انت كانك صنايعي شغال معاك وكده وصور في الموضوع. قلت له حاضر. قال لي ولا اخوك يعرف ولا اي حد، وخلي كل الكلام سر بيني وبينك، عشان كنا كل مجرد ما نتكلم كلمه كان في ناس في وسطينا بتبلغ الناس اللي هي خاطفه البنت. اجي اتكلم مع محمد دي ابص الاقي مجرد ما نفسي مع محمد دي الاقي ناس ايه، لو كنت اتكلمت قدام حد يقولوا لي ده محمد بيه، يجي يقول لي خلي بالك في ناس اتصلت بكذا، وبص الاقي الحراميه يقولوا لي احنا انت كلمت محمد بيه هتقطعوا على الطريق دلوقتي بتعملوا كذا، كانت كل حاجه بتعليمات محمد بيه. الحمد لله على سلامة رونق يا أستاذ هاني، وأنا يعني بالنيابة عنك أنا بشكر جدا مصلحة الأمن العام وظباطها ومديرها المحترمين، وبشكر مدير أمن الشرقية والغربية، وبشكر محمد بيه. فعلا يعني أنا سعيد إن الطفلة رونق رجعت لأبوها والأمها، وربنا ما يحكم على حد إنه يفقد أبدا أو يشعر بهذا الشعور الصعب إن ابنه أو بنته مختطفين. الحمد لله داخلية قامت بدورها، وانا بشكرهم جدا على اللي قاموا بيه. النهارده هيئه الاسعاف احتفلت بتوزيع 20 عربيه اسعاف جديده من نوعها لاول مره يظهر في مصر، عربيات جديده فيها امكانيات الاسعاف، 4 مصابين في وقت واحد، ده بيساعد في اوقات الكوارث لا قدر الله. هنشوف التقارير وبعدين نشوف نشره احوال مصر ونرجع عشان الشعب يواجه السيد المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقه في الفقره الاولى بتاعتنا، الشعب يواجه وزير الكهرباء. الفقره الثانيه الإسلام دين لم الشمل، هيكون معانا الشيخ الجليل دكتور حسام الدين فرفور الداعية السوري الشهير، ومعاه فرقة الردوان السورية للإنشاد الديني، هتسمعوا أحلى إنشاد ديني النهاردة إن شاء الله تستمتعوا به. الفقرة الثالثة دكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل في ضيافة الزميلة العزيزة ريهام السهلي في فقرة بشرتي. نشوف التقارير اللي معانا ونشرة أحوال مصر، ونرجع نستقبل المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة. في احتفالية كبرى بمعهد ناصر انطلقت اليوم الدفعة الأولى من سيارات الإسعاف الجديدة المجهزة طبيا لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لأربع أفراد في دفعة واحدة. هيئة الإسعاف المصرية بتدفع ب20 سيارة إسعاف جديدة، السيارة دي مجهزة لنقل 4 مصابين في نفس الوقت، سيارة مجهزة ب4 سيارة بالإضافة للتجهيزات الطبية العادية لأي سيارة إسعاف. هذه السيارات احنا طبعا فكرنا فيها لأنه لقينا في بعض الطرق السريعة عليها معدلات حوادث كبيره جدا، وان احنا بنحتاج اكثر من سياره اسعاف لنقل العديد من المصابين في الحوادث الكبيره زي حوادث تصادم الميكروباصات او تصادم اكثر من سياره مع بعض، في اكثر من مصاب. طبعا السياره دي مش هيبقى فيها مسعف واحد، هيبقى فيها اكثر من مسعف. ثاني حاجه ليها تدريب مخصوص، لانه فتح وغلق السرائر واعداد المريض داخل السرير ده مش سهل. السياره الجديده جاءت نتيجه تعاون بين وزاره الصحه ممثله في هيئه الاسعاف ومجلس الدفاع الوطني، سيتم توزيعها في عدد من محافظات مصر لسرعة إنقاذ المصابين في أي أعمال عنف،
خصوصا بعد انتشارها في الآونة الأخيرة. الفكرة جت ان احنا نكون عندنا عربيات تشيل اكتر من مصاب، يكون عندها قدرات نفس القدرات الموجودة في العربيات العادية، وتستطيع انها تنقل عدد اكتر في نقلة واحدة، ودي اضافة جديدة لمنظومة الاسعاف زي ما اضفنا الاسعاف النهري وزي ما اضفنا الاسعاف الطائر، واحنا بنطور الاسعاف بما يتناسب وبما يليق زي ما بنقول بما يليق بالمواطن بتاعنا. وطبعا المشروع ده دور مجلس الدفاع الوطني فيه اللي هو تجهيز للسيارات دي والاتفاق مع الجانب الالماني على اساس انها تساعد في نقل المصابين باعداد اكتر في عربيه واحده. عامل الاسعاف تلقوا تدريبات المانيه خاصه في التعامل مع السيارة الجديدة. العربية فيها كل الأجهزة، في جهاز الصدمات وفي جهاز الديس شوك وجهاز الديس شوك وجهاز الفنتليتور ساكشن، في شنطة انعاش طبي، شنطة فيها كل المستلزمات من لارنج سكوب ومسكات وإيرواي. الأربعة ستريتشر في العربية، في أربعة ستريتشر ممكن أشيل أربع مصابين مع بعض، في منهم حالة بتبقى حالة خطرة، ممكن ثلاث حالات حالتهم متوسطة أو حالتهم بسيطة. وطبعا في دورات تدريبية بيتم على العربية وعلى الأجهزة، وإزاي ويتم عمل سيناريو كامل إزاي نتعامل مع المصابين سواء اثنين أو أربعة حسب المصابين الموجودين. هيئة الإسعاف المصرية على مدار الأعوام الماضية تحملت عبء إنقاذ المصابين في كل أعمال العنف التي شهدتها مصر، واليوم استعدت بسيارة جديدة حرصا على كل قطرة دم تنزف من أي مواطن. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر قرارا اليوم بتعيين حاتم خاطر رئيسا للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعيين 10 أعضاء جدد. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قرر صرف إعانة مالية عاجلة قدرها 5,000 جنيه لاثنين من الطلبة الصينيين بعدما تم إنقاذهما أمس الأحد من العقار المنهار بمنطقة الظاهر بالقاهرة. الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بحث اليوم إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين الحوكمة التي تمول بقرض من البنك الدولي، وذلك بحضور عدد من الوزراء من بينهم المالية والكهرباء والتعاون الدولي. محمد كامل عمرو وزير الخارجية طالب خلال لقائه بنظيره الإريتري بضرورة ألا تكون قضية مياه النيل عنصرا للمواجهة، بل يجب أن تحل بالتعاون بين جميع دول حوض النيل. الدكتور وليد عبد الغفار مساعد وزير النقل لشؤون النقل البحري أعلن عن الاتفاق على تشغيل ميناء طابا هايتس السياحي قبل منتصف مايو المقبل. البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية استقبل اليوم أهالي ضحايا أحداث الخصوص والكاتدرائية في المقر البابوي، كما أعلنت الكاتدرائية تأجيل موعد العزاء في الضحايا إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا له غدا الثلاثاء على أن يلقي البابا عظته الأسبوعية في موعدها بعد غد الأربعاء. وزارة الأوقاف والكنيسة الإنجيلية اتفقا اليوم على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والكنيسة للتشاور وبناء المزيد من جسور الثقة بينهما، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين الجهتين خلال الأيام الماضية. محكمة جنح الويلي قررت تأجيل جلسة محاكمة أحمد محمود عبد الله الشهير بأبو إسلام في قضية ازدراء الأديان إلى جلسة 20 مايو لتقديم المستندات. محكمة جنايات الجيزة أجلت محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة مسؤولين آخرين متهمين في قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 11 مايو المقبل لسماع باقي أقوال الشهود. وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أكد في تصريحات له اليوم أنه لم يقصد الإساءة لأي من الصحفيين في الحفل الذي أقيم بمؤسسة أخبار اليوم أمس، مؤكدا أن كلامه تم اكتزاؤه من سياقه. وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم شهد اليوم مراسم تخريج دفعة جديدة من أمناء الشرطة الذين تم ترقيتهم إلى كادر الضباط.